الرياضة عندها فوائد كثيرة جدا، فوائد بدنية، فوائد نفسية، فوائد اجتماعية، فهي ضرورية وليست ثانوية، تعطي الرشاقة للجسم، تحارب السمنة، كما يقال العقل السليم في الجسم السليم. اجتماعيا تربطك بأصدقاء جدد، تبعدك عن المخدرات والتدخين. نفسيا تحس بنشاط وحيوية، وهي علاج فعال للكثير جدا من الأمراض كأمراض القلب والشرايين والسرطان. تحارب كما قلنا السمنة. الذين يمارسون الرياضة يتمتعون بأجسام وأبدان صحية. الناس يتعللون بقلة الوقت ويتهربون من الرياضة. الذين يمارسون الرياضة يتمتعون بقدرات ذهنية وبتركيز عالي وتفوق دراسي. الذين يمارسون الرياضة يتعلمون الصبر ويتعلمون التعاون والإيثار، وخصال جميلة جدا. الرياضة تحارب آثار الشيخوخة، تقوي العضلات، والكثير الكثير من الفوائد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.